إلا عندك تأخر الزواج، عندك ضيق الرزق، واقف حالك، الخطاب ما يدخلوش للدار، البيع والشراء ما مشيش، الكس، النحس، تابعة، العين، كل شيء عليك بملح شعبان، وصفة خطيرة من مورود الأجداد، من مورود زمان، من المجربات ديال جدودنا وجداتنا. غادي نوريها لكم اليوم الطريقة الصحيحة ديالها كيفاش كدار وكيفاش كتستعمل، أن نهضروا عليها بطريقة غلطة. شوفوا معايا الطريقة الصحيحة وشوفوا راه غتقلب حياتكم 180 درجة إن شاء الله للأفضل والخير، وغادي ترحموني على هذه الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. صراحة توحشتكم بزاف بزاف بزاف، شكرا لكم على السؤال ديالكم عليا، شكرا لكم على التعليق ديالكم، شكرا بزاف بزاف على اللايكات ديالكم والدعم ديالكم المتواصل والبارطاج اللي كديروا الفيديوهات، شكرا بزاف بزاف. صراحة غبرت عليكم لظروف، ولكن أنا رجعت معكم بوصفة جديدة اللي كتسناوها صراحة هذه شحال، قولوا لي بالصحة الحناني، بالصحة النقش، بالصحة يا لالا، الله يدخل عليكم هذا رمضان هذا بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي، وبالمغفره وبطول الاعمار، واللي بغى شي حاجه في خاطره الله يقضيها له. بالنسبه للفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا من العنوان ومن الصوره، غادي نتكلموا على واحد الموضوع مهم 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 بزاف، على واحد الفائده، ماشي موضوع، اللي هو ملح شعبان. علاش كيصلح؟ شكون اللي يديرو؟ يعني الفوائد ديالو، يعني علاش كيخدموا بزاف ديال الحوايج؟ راه نفس المعنى، عارفه راسي بالله، علاش كيخدم هي علاش كيصلح؟ بحال بحال. المهم عنده فوائد كثيرة 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 بزاف، وما يوريها لك غير اللي كيبغيك ونفسه عليك وباغي لك الخير، هو اللي غادي يوريك هذه الوصفة اللي كنعطيكم اليوم. وصراحة راه خلقت واحد الضجة كبيرة في جميع المنتديات، يعني جل، ما غنقولوش جميع، جل المنتديات العربية، ما غاديش نقول المغربية، يعني معروفة في العالم العربي، يعني عند الناس اللي عارفة في الميدان وكدير هذا الشيء، ويعني عارفة في الوصفات وبحثة وقارية في الموضوع. وبالنسبة لهذه الوصفة هذه ماشي بالبحث ولا بالقراية، هي بالبحث طبعا، يعني ماشي بالعلم، هي من الموروث ديال الأجداد، يعني من الوصفات ديال زمان كانوا جدودنا كيديروها. لمن كيديروها؟ كيديروها البنات اللي تعطلوا في الزواج، يعني تأخر الزواج، الناس اللي عندهم وقف الحال كما كنقولوا، كل شيء موقف عندهم، عندهم يعني والو والو، الرزق حابس كما الله يستر كما كنقولوا. وعاوتاني الناس اللي عندهم العين والتابعه والحسد كتخدم لهم هذه الوصفه هذه. بالنسبه للبنات اللي كيطلبوني في التعاليق على وصفه الجل العاشق، سبق لي وحطيتها في القناه، تشاركتها معكم في هذا الشهر هذا، رجعوا شوفوا لي فيديو القدام راه غتلقاوها فيهم. بالنسبه لهذه الوصفه هذه مجربه وناجحه 100%، ديري النيه، اي حاجه خاصك النيه يعني باش كتكمل، انما الله هو اللي كيعالج، هو اللي كيعطي، هو اللي كيرزق، هو اللي كيقلع، هو اللي كيدير كل شيء، حنا فقط اسباب. انا دائما تنقول هذه الهضره، وقبل اي حاجه، قبل لا نعطي اي وصفه، كنقول هاد الوصفه مزيانه، الايات اللي غادي تذكروا فيها اشنا هما، والبسمله والطهاره، ونتوجهوا للقبله، سواء هادو اللي فاتوا او هادي ديال اليوم، ولكن زوينه. كتسمى هاد الوصفه هادي معروفه يعني في الموروث ديال الاجداد بملح شعبان، ملح شعبان معروف بانه مزيان 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 مزيان، ولكن الناس ما عارفه كيفاش تستعملوا، والطريقه الصحيحه يعني اللي كتنجح بها هاد الفائده هذه. بلا ما نطول عليكم خوتي وخواتاتي، دابا راه بان لكم الموضوع علاش كيتكلم، يعني واش هي الفائده اللي غادي نقدم لكم اليوم. ما تنساوش ليا الاشتراك في القناه اللي اول مره كيشوفني، ما ديوش عليا الصوت ديالي بحال شويه ضربني البرد، ما تنساوش ليا اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، لان بها كنستمروا وبها كتكبر القناه. بارطاجيو الفيديو مع الناس باش تعمل الفائده، لان والله العظيم الى هذه الوصفه هذه راها مزيانه 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 مزيانه، فاتت مزيانه، راها طوب، وغادي تعجبكم وغادي تفيدكم وتفيد الناس. يعني الا كنتو كتبغيو للناس الخير كما كتبغيو لراسكم، بارطاجيو الوصفه، خليو ليا الطلبات اللي بغيتو، يعني الوصفات اللي بغيتو نقدمها لكم، او الموضوع اللي نتكلم فيه في التعاليق. على ذكر الموضوع، الاخوان والاخوات اللي كيقولوا ليا الفيديو طويل او عطينا الوصفه، مثلا هذاك الفيديو، انا مدي الفيديوهات اللي كيكونوا طوال راه ما فيهمش وصفه، فيهم موضوع، عافاكم فرقوا ما بين موضوع
ووصفه. الوصفه راه كنقول السلام عليكم بسم الله كنبداو الوصفه، انما بالنسبه للموضوع راه كنعطيو لمحه وكنعطيو حلول والاعراض وكيفاش تعرف واش كاينه واحد الحاجه. ما تكونوش خفاف، يعني قد ما سمعتي الفيديو كامل راه غتكون عندك افاده. وكان يعني انا ما عنديش مشكل لانني كعذر الناس اللي ما عندهمش الويفي وما عندهمش كذا، ولكن هذا جهدي، كنحاول نختصر الفيديو قد ما قدرت، معليش. وكنتمنى نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم كما انتم خفاف وظراف على قلبي، وشكرا لكم على جميع التعليقات ديالكم كامله. بالنسبه خواتاتي الملح ديال شعبان اشنو كنقصدوا به؟ كنقصدوا الملحه ديال البحر او الملحه الحيه. الملحه الحيه خدمت معكم بها في بزاف ديال لي فيديو، بزاف الفيديو ديال التبقى، الفيديو ديال علاج العين والحسد. معروفه الملحه بانها كطرد بعد الطاقه السلبيه، وريتكم الطريقه كيفاش كطرد الطاقه السلبيه من الدار. المراه اللي عندها ولادها كيبقاو يدابزوا ويتكامشوا ديما الخاصمين، داليا ديت ليه قال لي قلت ليه كيشوف فيا عيرني دار لي، هي مسكينه كتضل في واحد الضغط. هذاك الشيء راه عندك طاقه سلبيه في الدار، ماشي حتى السحر نقولوا، العين منين تيجي داك الشيء من العين والحسد والطاقه السلبيه. الا درتيها هي غير في الماء وجففتي بها الدار ديالك مع بعض الايات اللي ذكرتهم لكم في فيديوهات اخرين، راها كتنزل عليك الرحمه في الدار، الرحمه تتنزل وتتولي السكينه والدار مهدنه. هذه بالنسبه للملحه راه عندها فوائد كثيره كثيره كثيره، كتستعمل في القبول، كتستعمل في فك السحر، كتستعمل التابعه، كتستعمل العين والحسد، كتستعمل الجن العاشق، كتستعمل بزاف ديال الحوايج. وانا سبق ليا وهضرت على شي حاجه من دوك الحوايج، ما تنساوش الملحه راه دايره بحال شي صيدليه متكامله، راه موسوعه، راه عندها بزاف ديال الفوائد في هذا المجال ومن غير هذا المجال، عندها فوائد كثيره 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 بزاف. ومنهم واحد الوصفه اللي بعيده على هذا المجال هذا اللي كنهضروا فيه اليوم ديال العين والحسد وكذا، الوصفه اللي عطيتكم ديال تطويل الشعر بالملح. التعاليق اللي كيجيوني تقريبا يوميا يوميا راه تعاليق كثيره كتجي ديال الله يرحم لك الوالدين شعري طوال بفضل الملح. راه الملح عنده فوائد كثيره، سواء الجسم ديالنا على برا او النفسيه ديالك او البيت ديالك ووليداتك، الولاد اللي ما كيسمعوش الهضره راه كاينه وصفه عاوتاني بحال هكا بزاف ديال الحوايج. غير بقاو طولوا بالكم مع لي فيديو باش تخليوني نخدم انا براحتي ونقدم براحتي وما ننسى حتى شي حاجه، هذا هو اللي كاين. بالنسبه لهذا الملح هذا ديال البحر هو اللي كناكلو، يعني كنخدموا به في الطعام ديالنا، ولكن الا لقيتي الملح الحيه يكون حسن. الملح الحيه شري غير درهم، درهم كيعطيك حجره بدرهم وكتشديها كدكيها، يعني انها غادي تولي، انا نوريلكم غادي تولي بحال هكا، سمحوا لي راه كنصور بلا سيبورا يعني كنصوري بوحدي، غادي تولي بحال هكايا. هذه راه ماشي الملحه الحيه، انا الملحه الحيه ما عنديش هنايا، شفتوها هي هذه الملحه كيفاش غادي ديروا ليها، انا غنوريكم دابا البنات كيفاش ديروا ليها والاخوان والاخوات. الوصفه موجهه للجميع يعني للكبار والصغار، الناس اللي كيبغيو البركه في الرزق، الناس اللي كيبغيو البيع والشراء ديالهم يكون محرك، البنات اللي بغاو يتزوجوا كيجيو ما كيجيوش الخطاب ما كيوليوش وجههم كاع اصلا للدار، اللي بغاو البركه كما قالت، اللي بغاو عاوتاني المشكل ديال العين والحسد يعني يتعالجوا منه، غادي تبعوا هذه الوصفه هذه اللي غادي نعطيكم، وراه ما غاديش تاخذ منك بزاف، فقط 3 ايام متتاليه. يعني الا درتي هذه الوصفه اللي غنعطيك اليوم فقط 3 ايام متتاليه. اش كنقصد متتاليه؟ بمعنى انك ما ديريهاش نهار وتقطعي نهار ونهار وتقطعي نهار، لا، خاصها تكون 3 ايام متابعه. مثلا نقولوا 2 و3 و4 او لا نقولوا الخميس والجمعه والسبت، دونك من الاحسن بدايه في 2 ولا 5 وديري هذوك 3 ايام يعني تكون ملاصقه مع بعضيتها، ماشي ندير ونحبس. هذا شرط مهم باش كنقول لكم الطريقه الصحيحه هي اللي غادي تشوفوا معايا هنايا، لان هضروا عليها ولكن ماشي هذيك هي الطريقه الصحيحه وهذيك هي اللي كانوا كيديروا جدودنا وكذا. راه كانت كما قلت الناس ديال زمان كيخدموا بالوصفات الطبيعيه وكانت فيهم النيه، دابا كلشي ولا تيفهم، كلشي ولا عارف، كلشي ولا قال لك هذوك الناس ما عارفين والو، هما راه هما اللي ولدوه وكبروه وردوه هكا كيدوي يعني بالفضل ديال الله والفضل ديالهم. المهم ما علينا، غادي ناخذوا الملح واحد الكميه اللي غادي يهزوا صبعانك بحال هكا، نصايب لكم الكاميرا مثلا بحال هكا ياك، غادي تجبدوا حوايجكم حتى لهنا، بيان سيغ انا ما غنجبدش حوايجي حتى لهنا ياك حتى المرفق، وغادي تشدي واحد الكميه ديال الملح كومسا ياك، وغادي تشديها وغادي تبدي تتحكي بها، ما تخلطي لا ما تنفتي،
ما تنفتي ما تخلطيها بالماء عادي، غير الملح هكا يابس. وكنأكد الا لقيتي الملح الحيه يكون احسن وافضل. غادي تشدي اختي ولا اخي وغادي تبداي كدوزيه حتى المرفق لهنا الراس الصباح للراس ضفران كل شيء حتى المرفق. وانت كدوزي هذا شحال من مره؟ 14 مره. 14 مره ها ها، وانت كتحكي بحال كتحكي من المرفق للصبعان ديالك. غادي تقيك اختي كتكري هاد الايه الكريمه اثناء يعني وانت كتطبقي الوصفه او لا وانت كتطبقي يعني هاد الملح على يدك، غادي تكون على طهاره وغادي تكون مستقبل القبله، ماشي شرط ورا الفجر او المغرب او يستحسن يكون العصر اللور ماشي مع الفجر، وغادي تولي وجهك للقبله والمكان اللي جالس فيه طاهر، الملابس ديالك طاهره. من بعد غادي تبدا تقول هاد الايه هذه 14 مره. الايه الشريفه تقول او الكريمه تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله مولانا العظيم. 14 مره يعني انك كتحكي وانت كتعاودي هذه الايه كتكرريها، وهذاك الملح انت مفرشالو واحد الفولاره اولا واحد الزيف يعني اللي كيطيح عليه، ما تخليش الملح يطيح لك في فراشك وفي الدار. يعني غادي تجمعيه مثلا تجيبي واحد البابيي كبير اولا واحد الفولاره بحال هكا ولا شي زيف كما كان عندك في الدار، وغادي تجمعي فيه الملح ما تخليهش يمشي لك في الدار. من بعد غادي تقري عاوتاني اليد اليسرى، بداي باليمنى، غادي تقري اليد اليسرى حتى المرفق وغادي تطبقي عليها نفس العمليه اللي درتي اليد الاخرى. يعني مثلا درتي هنا 14 مره، ماشي مثلا اوبليغاتوار، غادي ديري عاوتاني هنا 14 مره. يعني غادي تبقي كتطبقي الملح على يدك وانت كتكرري هذه الايه الكريمه 14 مره صافي. من بعد شنو غادي ديري؟ غادي تاخدي هذاك الملح، هذاك الملح اللي طاح تما تتكملي 3 ايام. يعني فين ما نبغي ندير الوصفه نجي نفرش هذاك الفولاره ونخلي هذاك الملح كيطيح فوقها. شوفوا للتذكير فقط، راه ماشي غادي نهزوا واحد الكميه كبيره تاع الملح ونرجعوا نهزوا ونرجعوا نهزوا. غادي تاخدي فقط مره واحده داكشي اللي هزيتي، يعني فقط مره واحده هو اللي غادي تبداي كتحاولي انك تحكي في يدك. نوريكم كتحكي هكا في يدك وانت غادي تبداي تطبقي اليد الاخرى، وحده كنحك بهم والاخرى كنبدا نخدم بها. فهمتوني اخواتاتي وخوتي؟ هذا الملح هذا ملي غادي تكمل 3 ايام ان شاء الله باذن الله راه غتحسي بالفرق في صحتك وغتحسي بالفرق حتى في رزقك وفي بزاف ديال الحوايج في حياتك اون جينيرال. غادي تاخذي هذاك الملح اللي طاح في الفولاره هزيه وديه لوحي في شي حوض ديال الشجره، يستحسن يكون شجر التين او شجر الزيتون صافي. يعني يا اما شجره ديال التين او ديال الزيتون، لوحي في هذاك الملح، ما تلوحيش في الطريق، ما طيحيش في دارك صافي. هذا الشيء اللي غادي ديري وردي عليا الخبر وقولي لي اشنو الفرق وكيفاش حسيتي. مثلا بحال الوصفه اللي عطيت لكم انا ديال علاج السحر الجديد، الناس الحمد لله وافقتهم لابعد درجه، الابعد ابعد ابعد درجه. علاش؟ لانها من المجربات، من الموروث ديال زمان، وانا فرحت بزاف لان كاينين الناس اللي كانت تقريبا يعني الله هو الشافي، نحن اسباب حياتهم دمرات، كان السبب ديال الشفاء في التمره. راه هادشي راه كاين، راه ماشي ما كاينش. والناس اللي كتكتف في التعاليق، راه اللي كيصلي صلاته كيدير الاذكار الصباح والمساء واللي كيقرا الورد ديالو ما يمكنش يجيه السحر. سمح لي ننصح لك المعلومه، ما غاديش تكون انت احسن من احسن خلق الله اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ما غاديش تكون كتذكر الله بحالو، ما تكونش كتخاف الله بحالو، وما عمرك غلطتي انت كلك بعدا غلط وهو وتسحر، وما بالك احنا كيفاش هو ما كيفلش صلاته وما كي واخا حنا ما خصناش نهضروا في هذا الموضوع، ولكن كتلقاي بان العقل باقي جاهل عند الناس. والسحر والعين والحسد كاينين في القران، والرسول صلى الله عليه وسلم ورانا كيفاش نرقيو ريوسنا ولادنا منه وكيفاش نعالجو ريوسنا، ماشي نحسو بالمرض ونحسو بضيق الرزق ونحسو وما نستعنوش بايات وما نستعنوش بوصفات. راه ممكن الا الحاجه الوحيده اللي ما كان اللي ما كنزعمش عليها وما نبغيهاش وما نرضاهاش وما نقبلهاش، هو ان فلان يدير فلان او فلانه تدير فلانه، هنا فين كاين سحر وشعوذه.
انما كعلاج انني مثلا عبرت التوكل ولقيته فيا بغيت ندير استفراغ، داكشي ما عنده علاقه به. راه كاينين الناس اللي ولاو كيهزوهم غير بليزار حتى داروا الاستفراغ، يعني كولاو بحال الخيط، لا شعر لا صحه لا والو، الوقفه باش يوقف ما عندوش، الطبيب كيخسر عليه عندك ميكروب او عندك تسمم، شنو نديروا لهذاك؟ نبقاو نشوفوا فيه حقا ما نديروش ليه الاستفراغ؟ اعطيني شي ايه تدل على ان التوكل ما كاينش، او لا شي حديث خلى الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا سحر، ما عندكش دليل. دونك بلا ما تهضروا اصحاب العقول الصغيره والساذجه ما تعطيوش، يعني راه ما دخلاش انا الميدان غير هكاك، غادي ندير لكم حلقه تعريفيه عليا باش تعرفوا راسكم اش واقع، راه ماشي كنهضر غير هكاك. وكاينه حاجه واحده اخرى، رسالة المجرب ما تسالش الطبيب، علاش؟ لان هذاك اللي جربت مثلا انا فاش تشاركت معكم التجربه ديالي من التوكل، ماشي تنهضر على اساس درتها لشي حد، راه انا الاعراض كيفاش كنحس بهم في صحتي، كيفاش حياتي تقلبات راسا على عقب، كيفاش عالجت راسي ومديتها لناس اخرين ورجعوا كيقولوا لي الله يرحم الوالدين. هذا هو الهدف من القناه، تنتمنى اننا نحاربوا بحال هذه العقول هذه، ونحاربوا بحال هذه الافكار هذه، وننميو يعني الذكاء ديالنا، وننميو العقول ديالنا، ونرتقيو بالتفكير ديالنا، ما نبقاوش يعني تابعين اي حاجه ونفهموا اي حاجه ونقولوا اي حاجه. راه كل حاجه عندها الناس ديالها، راه حتى واحد ما تحقروا، الناس اللي في التعاليق حتى هما راه عندهم يعني خيرهم، وعندهم افكارهم، وعندهم تجربتهم، وعندهم حتى هما تبارك الله يعني رزقهم من 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 كل شيء، راه حتى هما راه عارفين. ولكن اللي واقف قدام الكاميرا هو اللي كيكون مسؤول، تيهضر مع واحد الشريحه كبيره من الناس. كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم الفيديو، صراحه راني حتى نتوما راكم عزاز عندي بزاف 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 بزاف، وتنحييكم الاسلوب ديالكم في التعاليق وعلى دوك الكلمات الزوينه اللي كتخليو ليا. شكرا لكم بزاف، والى اللقاء، الى فيديو قادم بحول الله.